مونيك خطار، اليوم رح نحكي عن موضوع الغرور أو الإيجو، قد ايه ممكن يأثر على حياتنا، على علاقاتنا مع الأشخاص، مع الناس وبحياتنا العاطفية. أهلا وسهلا فيك مونيك، شرفتينا. Thank you. هاي مونيك. هاي، اشتقت لكم. في فرق بين الغرور والإيجو؟ هلا بالمجتمع العطور الشخص اللي عنده إيجو إنه منقول إنه هو شخص مغرور، بس إذا بدنا نفكر بعمق موضوع الإيجو، الإيجو هو لما أنا بعتبر إنه الإيدنتيتي تبعي أو هويتي مربوطة بشو أنا بملك، يعني مثلا أنا شو شهاداتي، أنا شو وظيفتي، أنا مصرياتي، أنا بيتي، أنا سيارتي. صح. هيدا هو، يعني كأنه الإيجو بيحدد لي شو القصص المادية اللي عندي إياها وبشوف حالي فيهم. وبلاس كتير بيكون الشخص اللي عنده إيجو عالي بيهمه وبيعتبر قيمته حسب الشخص الآخر كيف شايفني. عشان هيك اللي عنده إيجو عالي بتتزعزع ثقته بحاله إذا خسر قصص هو بيملكها، لأنه هو معتبر أنه أنا مني شيء بلا كل هالأمور المادية اللي أنا بملكها. بس سوري ديانا، بس أغلبية الرجال على كوكب الأرض عندهم الإيجو عالي. أوكي. وهيدا بيترجم من خلال أنه إذا مثلا بتحكي شي موضوع بيدق الإيجو تبعه بيصير معه انهيار عصبي. أو مثلا في منهم مثلا بيبقوا ميتين جوع ما بيقوموا بيأكلوا إذا انعزموا كرمال الإيجو. في أنه هالذكورية وإذا بدي كيف الـ they mark their territories انه هون هيدا اكثر بتحسيه. وفي مقوله شهيره انه man and their ego. صح. بيحكوا كثير عن هالشغله. بس صح، لانه هذا الشيء كثير عالي 100%. هلا اكثر شيء بنلاقيه عند الرجال بالمجتمع الشرقي لانه هيدا شيء موروث، انه انا رجال. لانه في فكره غلط انه الرجال لازم يكون انا المتحكم، انه انا الدومينان، انا ما لازم اعبر عن مشاعري. يعني حتى الأهل بفوتوا على دماغ الشاب أنه أنت رجال ما لازم تبكي، يعني بيكون صح. بتلاقيه بي وميت بس أنا رجال ما لازم أبكي. يعني كأنه التعبير هو دليل ضعف. عشان هيك بنلاقي أنه الأشخاص ما بيتصرفوا على طبيعتهم لأنه بيهمهم كتير أنه أنا ما أطلع صورتي أنه أنا ضعيف أو أنا هبيلة إذا أنا بكيت أو عبرت. عشان هيك اليوم إذا بدنا نرجع نحن، طب كيف اكتسبنا هالإيجو العالي وكيف بطلنا عم نكون على طبيعتنا على حقيقتنا الذاتية يلي السورس وهبنا إياها، هو من خلال احنا شو اكتسبنا لما تربينا. صح. شو المعتقدات والمشاعر السلبيه اللي عشنا عليها وخلتنا قدام حالنا موقف نصير نحس انه في شيء عم بيقول لنا لا ما تتصرف هيك، لا في صورتك. صح. لا انت حتخسر شيء مهم. دونك هون بطلنا نحن مبسوطين، لانه الشخص اللي عنده ايجو عالي هو عايش شغلتين، يا عايش دور الضحيه لانه على طول عايش بالماضي وليه صار معي هيك، وعلى طول حاسس بشعور بشع، او عنده خوف من المستقبل لانه العالم اللي عنده ايجو كثير بتركز على النتيجه بالحياه، ما بيهمها شو عم بتعلم، مهم انا اضمن النتيجه، لانه اذا ما كانت النتيجه ناجحه انا حيضحكوا علي. طيب. او انا حاخسر. صح. حتطلع صورتي بشعه. بتعرفي الواحد بس يسمعك يعني بفكر بكثير ناس حواليه ممكن يكون عندهم ايجو او لا. مونيك اليوم في شعره بسيطه بين الايجو وبين الثقه بالنفس. نعم. كيف بنعرف هيدا شخص ايجويستيك او عنده ثقه زياده عن اللزوم بنفسه؟ لما انا عم بستمد ثقتي من شو الاخر بيقول لي او من شو الاخر بيعبر لي، يعني هي مش ثقه بالنفس، هيدا غرور، لانه مبني على القصص الماديه. يعني مثل ما قلنا اذا انا بخسر هالامور الماديه يعني كانه انا ما بقى لي عازه وبطل حدا يحترمني وبطلت متصالحه مع نفسي. بس كل وي ار سوشيال كريتشرز، كلنا we need the acceptance of people around أكيد. us. وكلنا بدنا compliments من ال people around us. يعني منا نحن منا روبو، منا ناس عايشين مع نفسنا بس. صحيح. هو بمحل معين كتير مهم إنه واحد يكون عنده إيجو، بس أنا ما فيني أعمل depression أو أربط سعادتي إذا اليوم كارين قالت لي شيء بشع أو ما كانت راضية عني أو إكس أو إيجريك. ليش؟ لأنه أنا حصير رهينة لآرائهم، وبالتالي أنا ما فيني يكون
بكون رهينة لآراء حدا، أنا رهينة لآراء سورس، لأنه هو اللي سخر لي كل شيء. فالشخص اللي عنده ثقة بنفسه شخص مش كلمة بتاخده وكلمة بتجيبه، أو هو كأنه عم بيعطي مفتاح إذا بدك ريحته للآخر، لأنه بليز خليك منيح معي اللي قصص حلوة تضلني أنا مبسوط. بس نحن ما فينا نخلي بشر تتحكم بحياتنا، لأنه هن البشر متغيرين. أوكي، ذكرتي كلمة عجبتني، تتحكم بحياتنا. طيب اللي شخص عارف حاله مغرور أو عنده إيجو، ويجول اللي عنده إيجو بيكون عارف حاله إنه إيجو يستك عفوقة، لا ما بيكون عارف حاله، بيعتبر إنه هذا الشيء الطبيعي. طيب كيف لأنه هو لو عارف حاله بغير. أوكي. طيب كيف اليوم الواحد طرق مثلاً الإنسان يتحكم بنفسه إذا كان إيجو؟ هون فينا نعرف إذا نحن أشخاص عنا إيجو أو عبالنا نمتحن إنه نحن عنا إيجو أو لا. مثلاً تنعطي إكزامبل من الحياة اليومية، شخص مسافر مفروض طبيعي إنه ينزل صور. هلأ لما أنا عم نزل صور بس الآخر يشوفني أنه أنا مبسوطة وعايشة ومعي مصاري وأنا أفضل من غيري وأنا عم بعمل شيء غيري ما قادر يعمله، إذا هيدا الهدف من الصور يعني أنا عندي إيجو عالي، لأنه يعني كتير بهمني كيف الآخر عم بيشوفني. السوشيال ميديا كل العالم مشان هيك، ما العالم ما بعرف تسهر وتنبسط بالسهرة exactly. لأن كل الوقت عم بتصور، مشان هيك ما بعمل بلاقي حدا مبسوط the moment anymore. 100% وهيدا التبرير، لأنه ما في حدا مبسوط، لأنه ما حدا عم بينزل صورة بس لأنه أنا هلأ مبسوطة، مش هيك عم نزل صورة وعبالي حافظ على هيدي اللحظة اللي ما رح تنعاد. أوقات الواحد بيكون مزبوط مبسوط يعني أوكي يعني فاين، يعني هو مش إيجو، أنا عبالي نزل لأنه أنا حابة هاللحظة وما بدي غير انه انا بدي نزل او روح سافر بس كرمال يشوفوني انه انا مبسوطه. بس ديانا في امرار بتكوني فاتحه على السهره كل الناس عم بتصور لانه عصر السوشيال ميديا لا غير بتكوني فاتحه على السهره من اول السهره لاخرها مسكين التليفون عم بيصوروا، طب وين السهره؟ طب وين الانجيجمنت انت والعالم اللي معهم؟ صح مثلا عم بيقصوا الجاتو ما بيطلعوا للبنت اللي عم بتقص ولا شيء، صحيح عم بيصوروا يعني you are missing to live اللحظه لانه you are filming the لحظه. عرفت شو قصدي؟ فهمت شو قصدي؟ فهمت فينا نصور شوي اوكي بس انه مش عايشين كل السهرة عاملين هيك، لأنه هني بيعملوا ديبرشن إذا حتى نزلوا صورة وما جابوا لايكس اللي هني بدهم إياه، كمان بيعمل بيزعلوا كتير وبيعملوا ديبرشن لأنه هني كل حياتهم مرهونة لشو الآخر بده يفكر، مش هيك مش مبسوطين. ما احنا هون بدنا نشوف مين المبسوط أكتر. هل يا ترى الأشخاص اللي عندهم إيجو مبسوطين؟ حتى بالعلاقات الشخص اللي عنده إيجو ما عنده مشكلة إنه يخسر الشخص اللي قدامه، بس مهم أنا يطلع معي حق. طيب بدي أحكي عن هيدي النقطة لأنه كتير عم بسمعها بين الكابلز بالبيت، بيختلفوا على موضوع الإيجو، بيختلفوا بالبيت على هذا الموضوع. شو تداعياتها مثلا بالعلاقات الزوجية، بالعلاقات as girlfriend boyfriend، بالحياة؟ إذا أنا شخص بدي أعيش بسلام يعني بدي بعد عن إيجو، لأنه هو الإيجو هو كل شيء بعيد عن السورس، يعني بعيد عن السلام، عن المحبة، عن التسامح، لأنا هي هيدا موجود جواتي وذاتي الحقيقية. فاليوم أنا بالعلاقة إذا بدي أعيش بسلام، لما بكون فايت بي كوميونيكاسيون مع شريك حياتي بدي أسأل حالي أنا شو الهدف من هالحوار. وعادة اللي عنده إيجو نو ويقول سوري، وهيدي مثلا بالعلاقات بتخرب بيه للأشخاص النرجسيين لأنه عندهم سوبر إيجو. يعني بعدني عم بقول بهمه أنه يثبت للشخص تاني أنه أنا معي حق، وبيضل الشارع بس لآخر شيء يطلع أنه معه حق، وما عنده مش لي يخسرك بس لهو يضل مسيطر ومعه حق، لأنه كل تفكيره أنه أنا أربح الحوار. أما الشخص اللي ما عنده إيجو تفكيره أنه أنا كيف حسن العلاقة أو كيف أتقبل الشخص، لأنه الإنسان اللي عنده وعي بيعرف أنه مش مشكلة إذا أنت أنا وياك اختلفنا، ما نحنا لازم نختلف لنوصل بمحل افهم أنا كيف بدي أتصرف معك. لأنه بالواقع المشكلة هي ما بتجي لتنهي العلاقة، المشكلة بتجي لتخليني أعرف أنه هالشخص هالموضوع زعجه، طب خليني أشوف كيف أنا بدي زبط الموضوع لتتحسن العلاقة. هيك بده يكون الهدف. إذا الهدف بس أني أنا ثبت لحالي أني أنا صح، ما بحياتي حتحسن العلاقة، لأنه ما في حدا عطول صح، في وجهتين نظر مختلفتين. أنا سألتك شو الفرق بين الإيجو والثقة بالنفس، أنا بدي أسألك شو الفرق بين الإيجو واللي عنده من نفسه. أوه حلو السؤال. لأنه في كتير ناس عندها من نفسها منا شايفة حالة، منا مغرورة بس عندها من نفسها. يعني هو العالم اللي بتروحي مثلا على قعدة عشاء، في بتعرف العالم اللي دغري بتركض على البوفيه
يعني شيء بيقولوا بتلاقيها طبشت على الصحن. في الناس اللي بتبقى قاعدة ناطرة لأنه عندها من نفسها، في الناس اللي عندها من نفسها ما بتتقل حالة إذا راحت زيارة عند العالم، في الناس اللي عندها من نفسها بيشدوا فيك لتنامي بتقولي لا. عرفت شو قصدي؟ هيدا شيء إيجابي، هيدا شيء كتير إيجابي، لأنه هيدا شيء بالنهاية هون بتعرف أنه أنت منك عم تأذي حدا، بالعكس يعني هيدا شيء فيه احترام. وطالما شيء يعني كل شيء قريب من القيم معناتها أنت عم تتصرفي بطريقة تكوني مرتاحة. هلأ لما عم بعمل الإيجو لأنه عم بتصرف وأنا مزعوجة تأرضي الآخر، وفي ناس يمكن تعمل هيك بس لأنه أنا عارفة حيقولوا عني منيح، بس أنا جوانيا مش مقتنعة. ما هون بدنا نشوف نحنا شو الهدف مني عم، يعني مثل مثلا شخص معه كتير مصاري تنقول أوكي، هو كتير بيعمل مساعدات، هو مش غلط يكون معه مصاري، بس هل يا ترى انا عم بعمل مساعدات بس تيقولوا عني انه انا يا لطيف شو مهم، ولا عم بعمل مساعدات حبا بالعطاء وانا عبالي هالشيء ردلي بالحياه؟ هون بدنا نشوف شو النيه من الموضوع. بتعرفي انه العالم اللي بتعملها بس ل إرضاء الآخرين هن أكثر ناس تعسى وأكثر ناس ليش؟ بفرخ الأمراض بجسمه. صحيح، لأنه طالما كل شيء عم بفكر فيه تأرضي الآخر وتالآخر يقول عني واو، متى أنا هون عم بعد عن السورس. فرستراسيون فرستراسيون صح، عم بعد عن ربنا أو السورس أو كل حدا بيشوف السورس، بس مهم يعني عم بعد عن العالم الروحاني إذا بدك، لأنه بطل يهمني كيف السورس عم بيشوفني، بيهمني أشخاص، وبالتالي ما رح أقدر أرضي أشخاص ولا مرة. طبعاً حضل عايشة إنه أنا رضيت هيدا بس هيداك ما رح فيني ارضيه. فهون بدي نوه لنقطه كثير مهمه اليوم. انا طب كيف بعرف انا شو؟ طب انا الايجو تبعي هون فيني اسال حالي سؤال كثير بسيط. اذا انا اليوم عم موت على فراش الموت وخسرت كل شيء بحياتي وبطل عندي شيء، شو بيضل لي؟ الجواب على هيدا السؤال بخليني اعرف انا شو مزبوط داخليا من جوا. مونيك ختاما معك، شو مفروض يضل لي؟ هلا هون بيرجع ل يعني كل شخص هو شو، يعني كل شخص بيعرف هو مزبوط شو. اذا انا هل يا ترى ما حيضل لي الا اذا اللي بيفكر انه انا ما حيضل لي شيء، معناتها هون في مشكله، لانه مفروض. بس انت شو بيضل لك افكتفلي من الحياه على الارض؟ مش بتضلي شو انت ذاتك الحقيقي، كيف انت من جوا، شو انت بالضبط، مش شو وظيفتك او شو املاكك او شو شغلك، بس ما شو كارير من جوا بالعمل. بتروحي بتروحي معهم بس ما بتضل، بس الروح ما بتزول لانه نحن بنعرف انه الروح. هيدا هو اللي بده يضل شو انت فعلا من جوا. اوكي، عم فكر قديه ربونا يمكن بإيغويستك كاركترز بلا ما يعرفوا حرام الأهل، وقديه يمكن كمان يا تدمريين يا إيغويين كتير، لأنه هن كمان لحقوا شو الآخر بده. ما كمان بدك تشوف قديه في نسبة وعي، يعني هن أهلنا كمان يعني ما فينا نلومهم على إشياء، يمكن هن هالقد بيعرفوا أكيد مش كانوا وياهم ما كان في توعية قد اليوم بالأعلام. نعم، بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية مونيك خطار، وشرفتينا لليوم. ثانك يو على وجودك معنا. ميرسي لكم.